سابت البيت؟ هي وصلت للدرجة دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. والله يا حاجة صفية أنا لا أعرف إن ما عندكيش خبر، ما كنتش جيت وقلتلك. أنا كنت فاكر إنها قاعدة عندك هنا، يعني موجودة معاكي، فقلت أجي أكلمها بالهداوة كده يمكن تعقل. أصل ده يا ابني حالته صعبة قوي، وبعدين شكله كده إن العين ده هيركبه هو كمان وتبقى مشكلة. ده أنا جاي من وراه. ودي ممكن تكون راحت فين بس؟ راحت عند أخويا عمر يا ماما. عند عمر؟ وانت كنت عارفه يا منيره وما قلتليش؟ ما رضيتش اقول لك، ما انا لقيت اللي فيكي مكفيك يا ماما. معلش. معقوله؟ معقوله برضه يا منيره؟ يعني ما دام انت عندك خبر من مكانها مش كنت تكلميها وتعقليها عشان ترجع بيتها؟ يا حاج هي لا زعلانه منك ولا من ضيا، هي زعلانه مني انا علشان الشهاده، وعشان كده قلبها على الكل. استغفر الله العظيم يا رب، هو جرى ايه في الدنيا؟ هي دي نهايه العالم ولا ايه؟ هما العيال دول عايزين منك ايه بالظبط يا صفيه؟ هما مستسهلين كده ان الواحد ممكن يروح يشهد زور بسم الله؟ والبني ادم مننا ايه؟ ده نفس داخل ونفس خارج، وبين النفسين العمر ممكن يخلص. ده كلام اقوله انا وانت عشان احنا كبار، لكن دول شباب بيفكروا بطريقه تانية. وبعدين الفلوس كتير قوي وهم ذاقوا وتعشموا. طول طغور الفلوس في 60 دهية يا صفية، اوعي تسمعي كلامهم، خليكي زي ما انت كده، ربنا يثبتك ويقويكي. جيتي في وقتك يا حنان. ايه في ايه؟ حماكي مسك امك جوه ونازل زن على ودنها بالكلام اللي يجيب لورا، طز في الفلوس طز في الارض. ده فاضل يروح يشهد معاها في المحكمة إن الأرض دي مش بتاعتكم. نوعي أنت بتعمل إيه هنا؟ بتعمل إيه هنا؟ عيب يا حنان، ده جاي يطمن عليك يا حبيبتي. على فكرة الست دي تعبانة، تعبانة، فاهم يعني إيه تعبانة؟ يعني مش حامل زيارات ولا الكلام اللي أنت جاي تقوله لها. عيب يا بنتي. عيب إيه يا ماما؟ مالك ومالنا؟ مالك بأرضنا ولا بفلوسنا؟ نبيع ولا ما نبيعش؟ تشهد ولا ما تشهدش؟ مش كفاية؟ مش كفاية كل مشروع كنت بدخله كنت بتحبطني؟ انا كنت بعملك زي ابويا، كنت شايلك فوق دماغي، ولما اعرف المشكله بدل ما تقف جنبي جاي تقوم امي عليا. انا هندي زعاقي في وشي كده قدام امك واختك وتقول ان انا بقوم امك عليكي؟ انا حنان؟ ماشي يا بنتي، ربنا يسامحك. امال بتقول لها ايه؟ وانت مالك؟ كان بيقول اللي بيقوله. خلاص مش تقلعه فيها، محدش مانع عينك. في ايه؟ أنا لسه عايشة، وده ضيفي وبيتي. عايشة يا حنان لسه ما متش. خلاص يا حاج ما تعصبيش نفسك، أنا ماشي. لا لا يا حاج مش هتمشي، هي اللي هتمشي. اتفضلي مع السلامة. إيه ده يا ماما؟ أنت بتطرديني؟ أيوة بطردك، وما ترجعيش البيت ده تاني غير لما تحسني أخلاقك وترجعي حنان بنتي اللي أنا ربيتها. يلا بالسلامة. حاضر يا ماما، حاضر. أنا همشي يا ماما، ومش هتشوفي وشي تاني. عفوا كده، عفوا. ليه كده بس يا ماما؟ ليه كده؟ حنان تعالي راضيها بكلمتين والنبي. محدش ليه دعوة بيا. طب اصبري يا بنت. بقول محدش ليه دعوة بيا. ورحمة ابنك لا انت راجع يا بنت. يا حنان يا حنان، اعمل ايه بس يا ربي؟ ايه النكد اللي ورانا ورانا في كل حته ده؟ مش قلتلك ولسه؟ ولسه ايه يا بومة؟ يا بومة كنت فين يا بابا؟ فاكرك في المحل، نزلت تحت ما لقيتكش. رحت فين؟ كنت بتمشى شويه. تمشى فين يعني؟ ماشي فين يعني يا ابني؟ في الشوارع. قلت ماشي رجلي شوية وأفك عن نفسي. طيب أنا كنت صاحي من النوم كده بفكر في حاجة. حاجتي خير إن شاء الله. حاسس إن أنا جيت على حنان بزيادة لما غلطتها في اللي بتقوله لأمها. بفكر أشوف هي فين وأحاول أتكلم معاها بالراحة كده
واقنعها ترجع البيت. لا ما تعملش كده يا ضيف. ليه لا يا بابا؟ انت بنفسك اللي كنت عايز تروح لها. اه فعلا، بس زي ما تقول لما قعدت مع نفسي وفكرت كويس لقيت ان الافضل يعني انك تسيبها مع نفسها شويه لغايه ما اعصابها تهدى. لازم اعصابها تهدى على الاخر، ولما ترجع ترجع بنفس راضيه. مش كده ولا ايه يا ابني؟ تمام اهو، امال قعدت بس تقول لي بس انا بكره الفيزيكس، بس انا ما بفهمهاش، حسستني ان انا بحرت في البحر. في ايه؟ والله مستر جت كده. لا مفيش حاجه اسمها جت كده، في حاجه اسمها ركزت فعملتها مظبوط. ما المشكله مش في التركيز، انا بركز والله، بس يعني انا بكره المذاكره. مين يا ابني فينا كان بيحب المذاكره؟ خدها مني كلمه، ما تدقش قوي في موضوع المذاكره ده، المهم التركيز. أنا أول مرة مدرس يقول لي كده. عارف ليه؟ إحنا دايماً بنقول للأمهات الكلام اللي هم عايزين يسمعوه عشان يطمنوا. بس من الآخر يعني لما تقعد تركز نص ساعة بس أبرك ما تقعد 10 ساعات وأنت مش فاهم حاجة. بص هنعمل حاجة دلوقتي هنتفق عليها. هتحل لي ب اولا وثانيا، اولا فيها واحد اثنين ثلاثه وثانيا، حلهم لي ولو حليتها مظبوط مش هديك هوم ورك. اتفقنا؟ يلا هقولك على حاجه، حط القانون الاول وامشي عليه، حط القانون انت حافظه الاول بتاعك قبل ما تعمل اي حاجه. شوف كده مين؟ عامل هنا دي مظبوط، ملف مظبوط، برافو كده بقى. احنا عندنا الحصة جاية يوم الثلاثاء، اتفضل سلي نفسك بقى في السكه، يلا مش هخسر فيك. يلا مع السلامة. مع السلامة. روح على طول. اه. قم للمعلم وفيه التبجيلة. ايه؟ هنتكلم بجد ولا هنقعد نهزر؟ أنا ما بهزرش على فكرة، وبحب أتكلم بجد. طب والله العظيم ورحمة أمي أنا جاي أطمن على الواد كريم. لا يا راجل، واطمنت خلاص؟ أستاذ كمال، أنت شايفني إنسان قذر وأنا ما أقدرش أغلطك، بس مفيش إنسان بيبقى حابب يكمل عمره كده. أنا حاسس إن أنا مش هموت كده. حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى هيقويني ويغيرني ويبعدني عن القرف ده كله. أجيب لك من الآخر. أنا عرفت موضوع الأرض بتاعك ووصل لحد فين. وعرفت إن كمان واقف على شهادة زور من والدتك وما تسألنيش عرفت منين. بس أنا لما بصيت للموضوع لقيت نفسي في الحالتين كسبان.
يعني لو انت كسبت القضيه وبقى معاك فلوس كتير اديك هتصرف على ابني. لو خسرت القضيه وما بقاش معاك فلوس كفايه ان واحد نضيف زيك هو اللي هيربيه. عاوز ايه اكتر من كده؟ ايه النور اللي بيشع من وشك ده؟ يعني شمس الصباح اللي طالعه لنا من عينيك دي، ويا ترى بقى انت وصلت للحقيقه دي بمناسبه الهدايه ونوبه الصلاح اللي انت فيها، ولا لما اكتشفت ان مفيش حاجه في ايديك ممكن تعملها؟ تصدق صح، انا فعلا مفيش حاجه في ايدي ممكن اعملها، بس يمكن ربنا يكون بيبعد عن ايدي اي ورقه ضغط ممكن اضغط بيها عليكم عشان يقول لي ان اللي افترى وحش يا شباب. كفايه بقى.